البارشل فراكشن. ايش انا باخذ؟ يعني بستغل الفكره اللي عندي لسمبل بول، عندي زي على زي ماينس اي، هذا لو اخذت الانفرس تبعها بتساوي اي تو ذا كي. والبارشل فراكشن يمكن في حاجه بس تريك معينه هي اللي بنعملها، وهذه بدكم تنتبهوا لها دائما دائما. ببقى ايش عندي؟ عندي زي في النوموريتر في التيبلز، او طلعت على التيبل سبعه الزي ترانسفورم في النوموريتر دائما زي على طول. فانا لما بدي اعمل بارشل فراكشن دائما بخبي زي هنا، يعني بقسم هاي الزي تبعت النوموريتر بخبيها، ولما اخلص بضربها تاني فبترجع موجوده عندي. لانه بتعرف لما نعمل بارشل فراكشن هذه الجزئيه ايش بصير فيها؟ بتختفي. وجبت لكم اكزامبل معين ليش ما فيش في عندي زي هان. طالما ما فيش عندي زي عشان افرجيكم ايش الفكره، بحط زيها في النوموريتر وبحط زي في الدينومينيتر، وهاي بجيبها هنا. فصار عندي بدل ما هو 2 تيرم صار كم تيرم؟ 1 2 3 تيرم. الثلاثه تيرم لاني انا بدي احافظ على الزي الموجوده هان. وبعمل بارشل فراكشن للثلاث شغلات هنا، بطلع عندي الاي اللي هنا اي على زي، بي على زي ماينس 1، سي على زي ماينس 2، تطلع عندي قيمة A و B وهنا المفروض C الموجود عندي، وبدخلهم زي ما أنا بشوف هنا على الثلاثة، وبعده بضرب في الزي فصارت عندي هذه نص، هذه ناقص زي على زي ماينس 1 زائد نص في زي على زي ماينس 2. والآن من التيبلز بجيب الإيش؟ الإنفيرس تبعتها. هذه عبارة عن دلتا أوف كي، هذا اللي عندي U of K اللي هي الستيب انبوت، هذا عندي هاي نص في 2 to the K U K. النص هي عبارة عن ايش؟ 2 minus 1، عشان هيك لو جمعتها مع 2 ال 2 to the K صارت 2 to the K minus 1، هذا اللي جاب الموجود عندي. وهذه الطريقة الأسلم اللي احنا بنستخدمها حنستخدمها بشكل عام في التكست بوك، ومن هان على طول معنا بقية المساق. الطريقة الثالثة بنسميها الانفيرجن فورمولا ميثود او الريزيديو ميثود، اللي هي انا بستخدم اللي عندي الانتجرال الموجود عندي اي اوف كي بدي ساوي الانتجرال اوفر كلوز كيرف جاما اوف اي اوف زي زي تو ذا كي ماينس 1 دي اوف زي، وعندي الجي هذه اللي هي الايماجينري نمبر اللي عندي. ويوزنج ذا ثيرم اوف ريزيديوز بتصير عندي الشكل التالي، انا بدي اجيب ايفالويشن لا every single residues لحد ما يحصل عندي يعني اخلصهم. ولو في عندي multiples بدي استخدم equation الثانية الموجودة عندي، وهذه حاجة بسيطة. هاي example عندي، عندي two residues اللي هي زي بتساوي 1 وزي بتساوي 2. فلما اطبق الفورمولاز الفورمولا اللي عندي بدك تكون عندي الفورمولا z to the k على 2 z minus 2 evaluated at z equal 1 زائد z to the k على z minus 1 evaluated z equal 2. بس افرجيكم تطبيق القانون، هاي تطبيق القانون. وهنا قلت لكم ايش؟ لانه عندي 2 بدي يكون ريزيديو عندي z بتساوي 1 والريزيديو z بتساوي 2. طب لو بدي اطلع عليها كيف بدي اجيب الريزيديو لزي بتساوي 1؟ بدي اضرب في زي ماينس 1 في الـ E of Z في Z في K ماينس 1، هاي اللي عملته evaluated at Z ماينس 1. الـ Z ماينس 1 بتروح مع الـ Z ماينس 1 الموجودة هان. ايش اللي بضل عندي هان؟ بضل عندي الـ Z to K ماينس 1 وهان Z، فهذه صارت ايش؟ Z to the K. هان عندي ضل زي ماينس 2، بعوض بدل الزي بتساوي 1 بصير 1 تو ذا كي اللي هو 1 على 1 ناقص 2 بيعطيني ناقص 1 اللي هو بيساوي ناقص 1، وبنفس الشيء بنعمل للاثنين بتعطينا ايش؟ 2 تو ذا كي. بس هذه الطرق التقليديه اللي انا بقوم فيها. من هذه ايش الخلاصه اللي بنصل لها؟ عندي ثلاث طرق انا بعمل بقوم فيهن بستخدمهن لاجيب الايش؟ الانفيرس للزي ترانسفورم. طريقه اللونج ديفيجن او السينتاتيك ديفيجن او الباور سيريس فورمولا بس انا، واللي عندي هنا زي ما حكينا فيها اللي هي انا لما اطلع عليها اللي هنا الريزيديو ميثود.
هذول التنتين بستخدمهن ايش بس للمعرفة بشكل عام، اللي بستخدمها لايش؟ البارشل فراكشن، لانه انا بطبق بشكل مباشر من التيبلز الموجودة، ولما بدي اعمل استخدم في الماتلاب او اي حاجة تانية بستخدم بشكل مباشر الهاي. في يعني في عندي الحين الامور ابسط بكثير من قبل 20 سنة في هذا المجال. يعني الكمبيوتر بيعمل لك كل التحويلات اللي بدك اياها، يعني انت مش في حاجة تكتب اي فورمولاز او اي حاجة موجودة الان. التيبلز هدول الزي ترانسفورم تيبلز دائما بده يكونوا رفيق رفقاء لكم من هان، يعني مش بس في المساق، في مساقات عديدة زي الدي اس بي، زي الديجيتال كوميونيكيشن، زي اي مساق كنترول تاني ديزاين. هدول بضلوا يعني كويس يضلهم حواليكم في هذا المجال. ففي المساق هذا مسموح لك تدخليهم على الامتحانات بشكل عام. الآن يمكن في معلومة أخذتوها سابقا، إيش بتحكي؟ بتحكي الديسكريت كونفوليوشن أو الكونفوليوشن في أي دومين، لما أروح لدومين تاني بيصير مالتيبليكيشن. يعني لو أنا في عندي في التايم دومين كونفوليوشن، لما أروح للفريكونسي دومين بيصير إيش؟ مالتيبليكيشن. أو لو عندي كونفوليوشن في الفريكونسي دومين، لما أروح للتايم دومين بيطلع عندي إيش؟ بصير من convolution ل multiplication. الآن الفرق حاجة واحدة، المالتيبليكيشن في وجود polynomials عملية مش سهلة، بدي أحافظ على الكوفيشنتس وأحافظ على الباورز بشكل جيد. ويمكن في الماتلاب الكوماند conv بعمل لي هذا التريك، وهذا هينا بنفرجيكم. هان هاي عندي اي اوف زي بدي اساوي اي واحد اوف زي في اي اثنين اوف زي، ولما نعملهم مالتيبليكيشن على شكل بالانوميالز ايش اللي بيطلع عندي الكوفيشنت. وهدول قلت عنهم هم عباره عن كونفوليوشن في التايم دومين الموجود عندي. بس هذه معلومه دائما يعني يمكن هذا حتنسالوا فيها في اي مقابلات اي شيء، حكايه لما انا اروح من دومين لدومين. المالتيبليكيشن دائما اسهل ماتماتيكلي على الكمبيوتر من الكونفوليوشن، لهذا السبب دائما بيعملوا تحويل ل يقوموا بالعمليات هاي، بدل ما يعملوا عمليه كونفوليوشن في الكمبيوتر بيعمل عمليه مالتيبليكيشن. فهم لو كانوا في التايم دومين بحولوا للفريكوانسي دومين، او لو كانوا بالفريكوانسي دومين بحولوا للتايم دومين. دكتور الان في عندنا حاجه، تفضل يا سناء. هلا مش اذا ممكن تعمل شير للسكرين، الصوت بقطع. ممكن تعمل شير للسكرين؟ انا مش عامل. طيب ماشي. هذه اللي بنعمل فيها عملية الكونفوليوشن الموجودة اللي حكينا عليها. بس هذه معلومة دائما خذوها معلومة عامة، يعني لأي حدا فيكم، خلينا نقول سواء بأي مساق أي شيء، هذه من خصائص الماتماتيك. لما أروح من دومين لدومين، إذا عندي كونفوليوشن في وان دومين بروح للدومين الثاني بتحول لإيش؟ لمالتيبليكيشن. وامشوا عليها هذه الشغلة. المالتيبليكيشن يعني زي ما بتعرفوا انتو عملية الضرب اسهل من عملية الكونفوليوشن ماتماتيكلي، خلينا نحكيها. فلهذا السبب بنميل دائما نحول نروح للدومين اللي بيصير فيه بدل كونفوليوشن يصير عندي مالتيبليكيشن. الان حاجة تانية احنا بنتكلم فيها، وهذا مرت علينا يعني خلينا نقول السيجنالز والسيستم، ومرت علينا احنا كمهندسين ومهندسات بنحب نشتغل دائما بالبلوك دياجرام والسيجنال فلو، بنحب نرسم يعني بعبارة تانية. فالرسمة بتبسط علينا او بتوصل المعنى بطريقة اسهل احيانا. الان في عالمنا عالم الديسكريت، انا لو دخلت الاشارة على شيفت ريجستر بيصير لها ديلي، والديلي عندي بيساوي 1 سامبلينج تايم.
الآن هاي نفس الفكرة، هنا الكلمة هاي الإشارة دخلت على ديلي هاي. طب الديلي هذه ال 1 يونت ديلي هي عبارة عن الزي ماينس 1 أو 1 على الزي. الآن الأوتبوت عندي لهان بدي ساوي الانبوت مضروب في السيستم الموجود عندي هان، وهي ام بدها تساوي الاي في الجي اللي عندي، وهنا بتكلم بالفريكوانسي دومين، والايرور عندي بيساوي الار ماينس السي اللي هو اشارتين جاي هان في السمر، سمر بيجمع التنتين بغض النظر عن الإشارة. وهذه الاكوفلنت عندي للمالتيبليكيشن بالسيجنال فلو اللي عندي جراف، وهذه للسمر الاكوفلنت الموجود عندي. الان هذا حنستغلها لاحقا عندها. طيب في حاجه بنسميها الستيت سبيس ريبريزنتيشن. ايش يعني؟ احنا احيانا انا عندي اي سيستم بقدر اعمل له ريبريزنتيشن يا اما في التايم دومين يا اما في الفريكوانسي دومين. في التايم دومين في عالم الديسكريت انا بتكلم على انت order difference equation، في الفريكوانسي دومين بتكلم على transfer function في in term of the transform. فهاي التو دومين اللي بتكلم عنهم في هذا المجال. واحدة بتكلم عنها على شكل انها بتبقى عندي على شكل transfer function، والتاني بتكلم على int order difference equation. الان الانت اوردر ديفرنس ايكويشن احيانا حلها مش سهل، فانا ايش بستعيض عنها؟ بحولها لعدد ان من الفيرست اوردر ديفرنس ايكويشن. كويس. الان الانت اوردر الان فيرست اوردر ديفرنس ايكويشن، الفيرست اوردر ديفرنس ايكويشن حلها ابسط بكثير من الانت اوردر. الان في عندي خمس نماذج مشهوره. كويس. ايش هم او اربعه، خلينا نقول الخامس ضمنيا من ضمنه. ايش الاربع نماذج المشهوره؟ اول نموذج بنسميه الدايركت ميثود، وهذه بتفرع منها احيانا حاجه بنسميها الفيزر. هقول لكم ايش الفرق بين الفيزر ميثود والدايركت. الدايركت ميثود لها اسم ثاني بنسميها الكنترولبل كانونيكال فورم، هاي طريقه. الطريقه الثانيه بنسميها النستد بروجرامينج، او الاسم الثاني لها الاوبزرفابل كانونيكال فورم. الطريقه الثالثه بنسميها كاسكيد ميثود، والطريقه الرابعه بنسميها البارل فورم، او احيانا بنسميها الدياجونال اور جوردان فورم. هذول مسميات. طب ايش ليش احنا هذول مشهورات؟ لانه كل واحده لها ميزه. مثلا الدايركت ميثود ميزتها ايش؟ لو انا بدي اعمل ديزاين باستخدام ستيت فيدباك، عملية حسبة الجين تبقى بسيطة جدا لو كانت المودل عندي على شكل دايركت فورم. لو ما كانش على دايركت فورم عملية حسبة الجين بتصير معقدة، وممكن يطلع عندي نون لينير ايكويشنز وحلها بقاش بسيط. نفس الشيء انا لو رحت على الاوبزرفابل كانونيكال فورم، انا لو بدي اعمل ديزاين لاستيميتر او بريدكتور، يعني هذا بعملهم في حالتين الاستيميترز. الاستيميتر لو عندي الستيت، خلينا بس ارجع خطوه عشان اقول لكم ليش احنا بنعمل ستيت فيدباك. الستيت فيدباك زي ايش يعني؟ انا بدي عندي البولز تبعاتي للسيستم جايات في مكان، يا اما هذا المكان بعملهم انستابل، او بعملهم انهم they don't meet specification تبعت السيستم، فانا بدي اغير موقعهم. واحيانا الاسم الثاني اللي بسميها للستيت فيدباك بول بليسمنت، يعني انا بدي اغير موقع البولز اللي عندي. لاغير موقع البولز لازم السيستم يبقى كنترولبل، وهذه بنحكيها لاحقا ايش بنعني فيها وايش بتعطينا في هذا المجال. بس خلينا نقول لازم الان لا خلينا نقول السيستم كنترولبل، وانا بدي اغير الموقع تبعه. اذا بدي اغير الموقع الموجود هذا، فالعمليه بتبقى ايش؟ بسيطه. في لو انا على شكل كنترولبل كانونيكال فورم، يعني بصير عندي مثلا بدي اجيب الجين الاولاني بدي يساوي رقم ناقص رقم، غير لما اجيبها في عندي معادله كبيره من بالانوميال سكند اوردر ثيرد اوردر ممكن تكون نون لينير احسبها.
كويس هيك. الآن طب ليش يعني في فرق عندي بين الستيت فيدباك وال اوتبوت فيدباك. الاوتبوت فيدباك لما اجي اطلع مثلا اعطي امتحان هيكون 8 مثلا، واعطي امتحان لل8 بقول متوسط الدرجة زي هيك، سواء لو المتوسط متعبان او كويس او غيره بدي اعدل فيه بعمل حاجة للكل. الان الستيت فيدباك بتقول لي لا، انا بدي اعمل لكل واحد معالجة، مش كلكم نفس المعالجة. يعني ايش بصير؟ مثلا لو واحد جايب في ال20، لو زودت 20 درجة مش حيستفيد منها، هضله راسب. ولو واحدة جايبة في ال90 وزودت ال20 هي ما استفادتش كتير يعني زي الباقيين، فبصير انفير. فهي عملية انه الستيت فيدباك كل ستيت لها معاملة، لها جين بيختلف عن التاني، هاي معنى الستيت فيدباك. طيب نروح للتانية. احنا قلنا لو بدي اعمل استيميتر او بريدكتور، يعني هذا وقت ايش بعملهم؟ لو واحدة من الستيت عندي ميسنج، يعني انا مش موجود، الستيت هذه مش موجودة، فانا بدي اقدر قيمتها قديش. او احيانا تانية السنسور اللي بقيس هذا الستيت ثمنه غالي، اسهل لي اعمل سوفت وير بروجرام يعمل استيميشن من هذه من ما اروح اشتري السنسور اللي بقيس هذه الشغلة. الان هذا زي ما حكينا، هذه حساب الجين للأوبزيرفر او الاستيميتر او البريدكتور، هو نفس المسمى للعلم، هذول الثلاثة. تبقى عملية بسيطة لو كان السيستم على شكل نستد بروجرامينج او اوبزيرفبل كانونيكال فور. الان الكاسكيد ميثود في حاجة وقتيش بستخدمها، هذه الها ميزة، الجين تبع السيستم بقدر اوزعه على الكومبوننتس تبع السيستم، يعني بحاجة حفرجيكم كيف بتحصل وكيف التوزيع. الآن أنا لما أوزع على الكومبوننتس الموجودة إيش اللي بيحصل عندي في هذه الشغلة؟ اللي بيحصل التالي، إنه بديش أدخل منطقة الساتريشن. إذا بديش أدخل منطقة الساتريشن معناته أنا جنبت السيستم النون لينير أريا، والنون لينير أريا هذه شغلة مش مطلوبة أو مش محبوبة عندنا كإنجينيرز، لأنه بنحب اللينر. ليش؟ لأنه على قد التغير في الانبوت بيصير تغير مرافق في الاوتبوت، فهذه أكثر طريقة بتمكنني من توزيع الجين بحيث ما ادخلش في النون لينر. الطريقة الرابعة اللي هي البارر فورم، أكثر طريقة بتاخد مجهود بس أكثر طريقة بتعطيني معلومات باي انسبكشن، يعني مجرد ما اطلع على الشكل تبعي تبع الاي ماتريكس والبي ماتريكس والسي ماتريكس بقدر اخذ معلومات عن السيستم، وهذه جايين حنفرجيكم فيها هذه الطريقه. هذا طبعا انا شرحت الطرق هذه بالتفاصيل في الفيديوهات، يعني فيش دا احكيها تاني، بس بحكي حاجات معينه. طلعوا هان عشان بس اذكركم، قلت لكم الفيزر فورم هي واحدة الطرق الايش اللي هي يعني جزء من الدايركت فورم. الفرق الوحيد انه ايش؟ طلع هنا في النوميريتر ايش الكوفيشنت عندي هان بيساوي 1، في الدايركت فورم از جنرال فورم مش هتلاقوه بيساوي 1. انا لما عندي بيساوي 1 ايش رحت انا على طول ضربت كروس مالتبلاي واشتغلت عليها، فطلعت على طول الايكويشنز اللي عندي، والايكويشن اللي عندي هذا الشكل تبعهم. عادة هاي شكل البي ماتريكس وهاي شكل الاي ماتريكس للدايركت ميثود. ايش بلاقي؟ الكوافيشن تبعت الدينامينيتر بتظهر عندي في السطر الاخير ها، وهنا بغض النظر ايش ببقى، ببقى عندي 0 1 وبعده اصفار 0، وهنا بصير شيفت، يعني 0 0 1 وشيفت 0 0 0 1 وشيفت، بتضلها تعمل لي شيفت لحديت، والباقي طبعا تكمله بسويها اصفار. بس هذه ايش اللي بيحصل في البي ماتريكس؟ كل هي تمصفار فيش الا اخر element بتبقى فيها 1. هذه بتختلف في الفيزر فورم، فيش الا اول واحده بتساوي 1، بس في الدايركت ميثود هذه الكوفيشنت اللي بشوفها في النوميريتر هتظهر عندي هان. كويس، وهي حطيناها هنا على شكل بلوك دايجرام، وحطيناها على شكل ايش هنا سيجنال فلو جراف. هذا اللي حبيت ادلكم عليهن في هذا المجال. الان هذه اللي عندي
النموذج الثاني الـ Observable Canonical Form نفس الطريقة اللي عندي سابقا اللي حكيتها. هاد الآن إيش اللي بيختلف عندي في هاي؟ طلعوا على هذه اللي حكيناها، هذه طلع عندي هذه نموذج ثاني، هذه الدايركت، هذيك الفيزر وهاي الدايركت. هذا النوميريتر ايش؟ مش واحد، في كوفيشنت ثاني. عشان هيك دخلت الدامي فاريبل اللي هو الدبليو. لما تطلع عليها الدبليو اللي هان تعمل كانسليشن للدبليو اللي هان، يعني انا ما دخلتش حاجه، دخلت واحد على واحد باعتباري وقسمت هاد. دائما الواي اف زي عقبالها بيبقى الواحد، واليو اف زي عقبالها بيبقى واحد، يعني بضربها دائما بواحد. هذه طريقه التقسيم، وبعدها بعمل الهاي. هاي اللي بحكي لكم اياها، انا عمل شيفت للواحد هان، بس الكوفيشنت الموجوده هان ببدا من اصغر اللي هي تبعت الزيرو، بمشي في هذا الاتجاه. هاي هذا عندنا الواحد، هاي الكوفيشنت تبعت النوموريتر واحد اثنين واحد، وهي الرسمه اللي عندي. الان النستد بروجرامينج شبيهه فيها، بس ايش ليش الكلمه نستد؟ لانه هذول مدخلات على بعض، هاي الموجود عندي في هذا. الان اطلع عندي للميتريكس اللي عندي، هناك كان ايش السطر الاخير في الاليمنت، هنا العمود الاولاني في ايش الكوفيشنت. السي هي تقريبا زي البي، والبي هان زي السي هناك، عشان هيك بنسميهم هدول التنتين دول في ايتش اذر، يعني دول زي متناظرات تقريبا هيك الحي، في تناظر بينهم وبين بعض. طيب وهي الرسمه تبعتهم والفلو جراف. الطريقه الثالثه للكاسكيد اللي عندي، شايفين هذه الموجود عندي، انا حطيت هنا واحد، لو هنا عندي خلينا نقول 10 بدل واحد، العشرة ممكن تظهر عندي هان وهان، يعني تتوزع على اثنين هذول، يعني ممكن هنا تبقى بدل ما هي واحد هان عشان واحد، واحد بواحد ضربتها، لو 10 هذه ممكن تكون 10 وهذه واحد، هذه اللي عندي 10 وهذه واحد، هذه اثنين وهذه خمسة، هذه خمسة هذه اثنين، أي كومبينيشن بوصلني الرقم اللي عند العشرة بستخدمه لهدول. فالجين بقدر أوزعه بين البي والسي. هذا إيش معناته؟ يعني باجي بطلع عندي ولا واحدة من هذه الإشارة بدي إياها، مثلا لو أنا بتكلم على أوب أمس، أكتر إشي فولتج عندي في الأوب أمس كام؟ 10 فولت، فبديش ولا إشارة من اللي عندي موجود هان توصل أكتر من 10 فولت، لأنه لو وصلت 10 فولت بتعطيني ساتريشن. هذا لو انا بستخدم انالوج كمبيوتر ايش اللي بيطلع لي؟ في عندي زر بيبقى في الانالوج كمبيوتر بسموه الاوفر فلو اللي هي لايت او لايت، الاوفر فلو لايت هذا بضوي لي احمر، اذا ضوى لي احمر معناته انا دخلت نون لينير، بطل الكنترولر تبعه والسيستم بيهيف از لينير سيستم، صار البيهيفير تبعه عباره عن ايش؟ عن نون لينير سيستم. الطريقة الرابعة اللي بتكلم عليها، بتكلم على البارل ميثود. البارل ميثود بعمل بارشل فراكشن فيها، قديش اللي عندي هان بعمل بارشل فراكشن وبطلع عندي كل جزئية، كل جزئية هان بتمثل الستيت عندي للسيستم. من الميزات تبعاتها كل ستيت بتعتمد بس على نفسها وعلى الانبوت، نفسها والانبوت، عشان هيك بنسميه هذه نون كابلد ايكويجن. هذا اللاك قبل بنلاقي الستيت بتعتمد على نفسها وعلى غيرها او على غيرها، يعني كابلد ايكويجنز. الان اطلع على الاي ماتريكس اللي عندي، الاليمنت الموجوده هاي موجوده في الدياجونال اللي عندي. الان باي انسبكشن بقدر اعرف السيستم از ستيبل ولا لا، كيف؟ هذه المعلومات بس تنطبق على مين؟ على البارل فورم، تنطبق على اي فورم تاني. مهمة هذه تكتبوها وتدونوها، هذه المعلومة تنطبق فقط على البارل فورم. الان بتطلع لو الاليمنتس هنا اقل من واحد معناته هذه اللي عندي ستيبل، اي واحدة من هدول بنسميهم هدول الايجن فاليو، وهذه بنسميها الستيت ايكويجن بس للعلم، داخل الستيت ماتريكس، داخل الستيت ماتريكس
أي element في الدياجونال أكبر من واحد بنلاقيها إيش؟ السيستم unstable. عادة الإليمنت عندي موجودة هان على الدياجونال وهان صفر أصفار وهان أصفار الباقي. الآن باجي للبي ماتريكس. هذا السيستم اللي عندي single input single output، يعني عندي input واحد وoutput واحد. لو عندي multi input multi output الكلام اللي بحكيه بنطبق عليه كمان. يعني إيش هنا؟ الكلام اللي بحكيه شايفين هذا اللي عندي، هذا بسميه سطر وهذا سطر. الآن لو السطر كله صفار السيستم بقول عنه هنا uncontrollable. لو أي واحدة في السطر مش صفر السيستم is controllable. يعني إيش controllable؟ controllable يعني عن طريق الانبوت الجين في الانبوت أو التغيير اللي بيحصل في الانبوت بقدر أغير اللوكيشن تبع الايجن فاليو الموجودة عندي. هاي controllable. يعني زي لما واحد أنا عن طريق العلامات أو عن طريق الفلوس أو عن طريق الضرب بقدر أغير من تصرف حدا، معناته هذا controllable. بس إذا فيش إشي بغير في التصرف تبعه معناته هذا إيش بنقول عنه uncontrollable، لأنه كل الانبوت مش واصل له بيبقى معزول. زي شعبنا الحين في الكورونا فيش إيش ما نعمل مش واصل الإشارة، في استهتار والاستهتار شغال، فهذا بنسميه uncontrollable system، لأنه في element في uncontrollable في element controllable. هاي إلها مسمى بنتكلم عنها كمان شوي. الآن السي ماتريكس هذه بنسميها على فكرة الانبوت ماتريكس، وهذه بنسميها الاوتبوت ماتريكس. الاوتبوت ماتريكس اللي عندي هان بتطلع عليها ايش فيه، هذا بسميه عمود وهذا عمود. بدي العمود هذا يبقى نون زيرو والعمود هذا نون زيرو عشان يكون السيستم از اوبزرفبل. ايش يعني السيستم از اوبزرفبل؟ يعني اي تغير في الستيت بقدر اشوفه في الاوتبوت. الان لو هذا مش اوبزرفبل بقدرش اشوفه. يعني هذا زي بقدرش اشوفه ايش، زي واحد له ابن برا، الان هو بيعرفش ايش بيسوي. الان اللي قدامه كل يوم بشوفه ايش بيعمل، وعنده بشوف التصرف تبعه بناء عليه بيقدر يحدد هل هو ماشي صح مش ماشي صح كل هذه الامور. بس اللي له ابن برا هو مش عارف ايش بيسوي، يعني مش شايفه. لو عامل صح كويس، لو مش عامل صح هو مش شايف ايش اللي بيعمل. الان عادة ايش بيحكي اللي برا زي هيك، لو انا بشوفه هنا طالما هو ماشي كويس في دراسة او في شغله في غيره، يعني هذا مش مشكلة عندي انه كان controllable او uncontrollable. بس هو لو هنا unstable يعني ماشي غلط وانا مش قادر اصله باي طريقة انه اثر في تصرفه، معناته هذا uncontrollable. السيستم اللي زي هيك unstable و uncontrollable احنا كمهندسين ومهندسات ملناش شغل معه. طيب الصورة هاي بتبقى واضحة كثير هنا في البلاك دياجرام. كيف يعني؟ هاي الستيت عندي، هاي الستيت الاولى وهاي الستيت الثانية. هاي الفيدباك جاي او الجين اللي عندي جاي عبر للستيت من نفسها. هدول الكوفيشنت قلنا بدنا اياهم اصغر من واحد، اذا اصغر من واحد السيستم ستيبل، اي واحد منهم اكبر من واحد انستيبل. الان للسيستم يكون كنترولابل انبوت هذا بده يكون موصول على الستيت كلها. لو اي واحد من الستيت هان الخط مقطوع عليه من الانبوت معناته السيستم انكنترولابل. نفس الشيء عشان يكون اوبزرفبل الخط هذا بده يكون جاي من الستيت لوين؟ للاوتبوت. اي انفصال في هذا الخطوط معناته السيستم ان اوبزرفبل. في كلمتين تانيات بس هذا اخر اخر المساق بنقول لكم اياها. بس كلمه هان لو سيستم كنترولابل وobservable بنسميه مينيمال. مينيمال يعني ايش؟ يعني في الترانسفر فانكشن فيش عندي بول زيرو كانسليشن، يعني فيش بول بيجي بنفس مقدار الزيرو وبلغوا بعض بكنسلوا بعض.
هذه معلومة. الآن في حاجتين هذول بنحكيهم لاحقا، إيش هم الحاجتين؟ حاجة بنسميها الستيبلايزابيليتي والديتكتابيليتي، هذول لاحقا لما نوصل للكنترولابيليتي والأوبزيرفابيليتي نفصل فيها للسيستم الثانية نطلع فيها. بس هذه ميزة البرر، هذول المعلومات باخذهم مجرد ما تطلع على الاي والبي والسي بدون أي حسابات، واضحة هاي؟ طيب ما انه هذا السيستم هالقد غني، فلو اي نظام تاني اي موديل تاني ممكن اعمل منه هذا النظام، يعني احوله لدياجونال او جوردن فورم زي ما الاسم تبعه او البارالل فورم ككل. كيف؟ عبر السيميلاريتي ترانسفورميشن. السيميلاريتي ترانسفورميشن هاي هذه اي نظام عندي موديل مش مربوط ولا في واحد من الأربعة اللي ذكرتهم، خلينا نقول الآن بدي حوله للدياجونال فورم أو البرر فورم زي هيك. طيب الآن إيش بدي أعمل؟ هاي الديريفيشن تبعاتنا لما عملت، قلت let x of k equal b of w of k، ونفس الشيء عملتها. الآن بيت القصيد بدي أجيب السيميلاريتي ترانسفورميشن البي، هاي بجيبها من وين؟ بجيب الايجن values ومنها بجيب الايجن فيكتور، وهذه عبارة عن الايجن فيكتور بصفتهم جنب بعض، وهنا عملنا اكزامبل لهم ولقينا ايش اللي بحصل، انه بالفعل بطلع عندي البرر فورم. والبرر فورم هنا يعني لما يكون عندك اختيار قيمة arbitrarily انت بتحددي ايش اللي بده يطلع فيها، وحتلاحظ الاختلاف في الايش في الجين اللي عندي، لانه هنا كانت ناقص 10 و10، هنا طلعت عندي ناقص 10 و1 و1 و10، لأن اخترت هنا في الاربيترارلي لأن كان عندي اختيار من عندي، اخترت هنا 1 بدل ما اختار 10، وهذه حرة. بس هذه ما عملتش أي شيء، هذه القيمة اللي هان في هذه أعطتني ناقص 10، والواحد في العشرة أعطتني العشرة هي. فزي ما حكيت هدول أحيانا الجين هذا بنقله من مكان للآخر. هذا بشكل عام الحاجات اللي احنا تكلمنا فيها او بنتكلم فيها يعني في هذا المساق. هذه ملخص تشابتر يعني 2 ككل عندنا في هذا المساق كمساق يعني كامل. يعني تشابتر 2 بسيط، الحاجة الوحيدة الموجودة فيها اللي بدي يركز معنا ايش هي، كيف بدي اجيب الزي ترانسفورم، كيف بدي اجيب الانفيرس للزي ترانسفورم، وهدول الفور موديل عادة انا بشرحهم بكنترول 1 وهن بنشرحهم في كنترول 2، يعني هذا كيف نجيب وكيف نعمل السيميلار ترانسفورميشن كيف. يعني هذه معلومات تعد عامة بس طبقناها في الديسكريت كنترول، والزي ترانسفورم والانفرس تبعها مرن عليكم الاصل بالسيجنالز والسيستم، ففي شيء ايش جديد يعني هذا زي مراجعه. هذا بشكل عام تشابتر 2، وفي عندكم اسئله عليها من يعني اكثر من طريقه. كويس، الان المحاضره الجايه حتكون يعني الاسبوع الجاي، في يعني هي جزئيتين يعني، فهو بنغطي تقريبا تشابتر 3 وجزء كبير من تشابتر 4، لأن تشابتر 3 بتكلم على السامبلينج والهولد، كيف بتعمل من أنالوج تديجيتال وديجيتال تو أنالوج الكونفيرجن، هذه بشكل أساسي. إذا في عندكم أي سؤال، هذا طبعا مسجلة وححط لكم إياها تاني زي كل لقاء أسبوعي على يعني بشكل عام على الموديل بنرفع. في اي استفسار عندكم؟ الاول انا لما كنت فتحت على الكتاب اللي كان كل الاسئله ما تبعت يعني في شغله مش سؤال 2251 مثلاً أو 252 مثلاً على كل سؤال 25 أو شيء زي هيك بيختلف شوية من الطبعة الثالثة للطبعة الرابعة. عادي حلتي يعني كمان ضد الطبعة الرابعة سلمت الحلال، فكنت حالة هذا كله محضرها يعني هذا الانفيرجن كل إنه تقدر العكس يعني الانفيرس كل عم
قطع الصوت. المهم يعني انه هذا المهم يعني انه هذا يعني اثنين هي انا ما سمعتش بالضبط لان الصوت كان بقطع بشكل كبير فيها، بس بقول لك حاجه واحده ايش هي. عاده يعني يمكن الامور احيانا بتبقى بسيطه جدا بس بدها شويه تفكير اكثر، فلما الواحد يفكر اكثر بس يبسط في طريقه التفكير بتلاقيها بصل للاجابات اللي بدنا اياها. انتوا بتاخذوا هاي التول معينه، التول اللي بتاخدوها يعني طبقوا على المفاهيم. يمكن الهومورك الاولاني كله هيت كان مربوط بشكل اساسي بالبروبرتيز تبعت الزي ترانسفورم، وهذه مهمه. يعني لما تتكلم على بروبرتي لاي شيء في شغلات مهمه هذه بدنا نركز عليها. ف يعني هتلاحظوا في حاجات واوضح بشكل كبير في هذا المجال. انا حطيت لكم يعني اسئله ثانيه، الاسبوع الجاي بننزل لكم يعني كويز على كيف نجيب الزي ترانسفورم، يعني كويزين حيكون، واحد الاسبوع الجاي والاسبوع اللي بعده لنجيب الايش على الانفرس للزي ترانسفورم، يعني بشكل كامل ايش بدي اياكم تعرفوا تحلوا، تجيبوا الزي ترانسفورم لاي شيء وتجيبوا الزي. مش سامع دكتور، يعطيك العافيه. تفضل. الله عافيك. هل انت اسئله الكتاب بتاعت الواجب يعني بعد بنحلها بدنا نتاكد يعني بدنا نحل الصحيح عشان لما نيجي ندرس الحل الصح. حنزلكم الحل، انتوا الحين مش سلمتوا، الحين بصلح وبنزل لكم الحل. ان شاء الله. لا لا، هي انا ايش بسوي يعني في الاول زي ما بيقولوها بدنا نحضر، بعدين بنعطيكم الواجب، وبعدها بنصلح الواجب، بنحط بنعطيكم وبننزل الحل وبنعطيكم الكويز، او يعني هو الحل جاهز بس بده تبييض وانزل لكم اياه، وبعدها بننزل لكم الكويز عشان تكونوا برضو انتم عارفين حلكم صح او الطريقه اللي ماشيين فيها. لو مش ما كانش مظبوط، طب ايش اللي مش مظبوط فيها، وانا برضو بشوف ايش الحاجات اللي غلطتوا فيها وبقول لكم ديروا بالكم منها. هذه كان الخطا التقليدي عند الكل، واحد اثنين ثلاثه هذه تجنبوه. هلا لما اعمل للفانكشن عود فكرتي بدل تي، يعني بدل التي تبعت التايم اعمل الكيف السامبلينج تايم، انه يعني انت حفرضت في الفيديوهات او حليت، يعني قصدي انه عملت دروب للتي بس انه نسهل الحل. ايوه التي احنا شوف كمهندسين بنحبش نكتب حاجه ونضلنا نكرر فيها، دائما بنحب ناخذها. فالاسامبشن طالما ما انذكرتش انه تي لها قيمه معينه، الاسامبشن انها بتساوي واحد وخلصنا، اقلب بنقول يعني بتصير ايش انه الجنرال اسامبشن انها واحد. الان لو انذكرت بشكل يعني اكسبلسيت بنقول بنستخدمها، ما انذكرتش انت الاسامبشن انها واحد وبتريح حالك وبتعملي لها ايش دروب. يعني تصور انت لما بدك تكتبي كي تي ناقص تي، ما هي صعبة، ولا كي ماينس واحد مين اسهل. فهذا السبب انه احنا يعني بنميل ككل انه نبسط الكتابة تبعتنا وما نضلناش نشيل حاجات ملهاش داعي نشيلها. أي استفسار تاني؟ طيب بالنسبة للموعد، يعني يمكن زي ما حكينا إذا الصبح بيبقى أفضل من بعد الظهر، يعني الواحد بيبقى مصحصح والكل مصحصح كمان، بدل ما هي عندنا آخر زي آخر النهار الحين. ولو صار دوام بتلاقي يعني برضو الجدول أبسط يعني في هذا المجال، إنه خلص الجدول تبعنا بنتبعه وبنمشي عليه في السير.
10 كويس، 3 طيب. احنا على اي حال طالما بشكل عام يوم بصير اللقاء الاسبوع الثلاثاء الساعة 10 صباحا، وبعدين بيجي لكم الدكتور عمار بكمل معكم الساعة 12. الدكتور عمار المرة اللي فاتت اخذت الشباب الساعة 10، قال لي تدخلش علي انا عندي حاجز يوم الثلاث الساعة 10. بتكون حول للاحد، انا بس الاحد عندي لقاءين 10 و12، فخلينا نختار على يوم الثلاث الاثنين على الساعة عشرة على 12. السبت. 2 على الساعة 12، كلكم فيش عندكم مشكلة؟ 2 12 أنا ما عندي مشكلة. أنا فيش مشكلة عندي، بحول 2 12 أنا خلاص، تمام. بنحولها 2 12 خلاص. بتعمم عليهم يا سنابل. اثنين اللقاء الأسبوعي هان يوم الاثنين الساعة 12 كويس؟ الصوت بقطع كتير. طيب انت Monday اسمك at بالآخر. 12 weekly discussion. وين راح هذا الحلو؟ مش عاجبه. طيب هاي صارت الاثنين الساعة 12 اللقاء الأسبوعي. أوكي هيك بنقول لكم يعطيكم العافية. إذا في عندكم أي استفسارات إحنا جاهزين، اللي بصلح إن شاء الله بكرة أو الليلة بصلح الإجابات تبعاتكم وبعمل بوستنج للسوليوشن. يعطيكم العافية، يلا مع السلامة. سامع سنابل بدها تتكلم بس مش سامع حاجة، يا يعني النت عندي ضارب يا عندك ضارب يا عندنا احنا اتنين ضارب. ماشي مع السلامة.